انطلقت فعاليات الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي بمشاركة 300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول، ويعد المعرض أحد أهم المعارض التجارية التي تقام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويساعد في الإسهام للتعرف على مستحدثات المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة. هنا في معرض القاهرة الدولي بمركز المؤتمرات بمدينة نصر تعرض مختلف المنتجات التي تنوعت بين مختلف المجالات، بين الصناعة الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد، كذلك الصناعات الكيماوية والأجهزة والأدوات المنزلية وصناعات الحرف اليدوية. فوزي غنيم واحد من أبناء قرية أشمون بمحافظة المنوفية، حيث يتقن فن الخزف والفخار، وجاء إلى هنا ليعرض منتجاته ضمن عارضين بإحدى عشرة قرية تراثية يمثلون المحافظة بالمعرض. عندنا الصدف، عندنا الحرير، السجاد الحرير اليدوي، عندنا النجف الإسلامي، عندنا الخزف الصيني، عندنا الفطير المنوفية مشهورة بيه، عندنا يعني 11 منتج، عندنا الأرابيسك 11 منتج، 11 قرية بيشتغلوا 11 قرية في نفس المنتج. أنا عندي في المنوفية عندي 10 حرف موجودين في 11 قرية. على قدامك هنا هو أدي السجاد الحرير، وده رقم واحد على مستوى العالم، يبدأ المتر فيه أو تبدأ السجادة فيه من 1000 حتى نص مليون جنيه. نص مليون جنيه دي هنا، أنا ممكن بره تترجم إلى نص مليون دولار. لو مشيتي كده بكل المعرض هتلاقي النجف، هتلاقي المولات العربي، هتلاقي الفخار، هتلاقي كل أنواع السجاد أو القماش اللي هو التنجيد والستاير، كل أنواع العربسك اللي موجود يدوي كله تعشيق، أنواع الصدف، القماش. أنا عندي 10 حرف مش موجودين غير في المنوفية فقط. تم تجهيز المعرض وتوفير كافة التسهيلات والخدمات لزواره، كذلك للعارضين الذين بلغ عددهم هذا العام حوالي 300 شركة محلية وأجنبية ممثلين لست دول عربية وأجنبية، يسعون من خلال تواجدهم لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري. في تشكيلة مختلفة من الخدمات عشان نرفع مستوى الأداء قدام المواطن، يعني المواطن يجي يسمع مزيكا كويسة، يلاقي كافيتيريا كويسة يقعد عليها، يلاقي خدمات كويسة لوجستية. دي كلها كنا حريصين إنها تبقى موجودة في المعرض السنة. إحنا خفضنا جدا أسعار المشاركة 5 جنيهات، وطبعا عدد كبير من الدعوات المجانية وزعناها على المصالح والوزارات. للدول المعرض بنعتبره يعني هي زي المظاهرة تجارية، ما بتهتم بالربح والخسارة بقدر ما تهتم بالتعارف بين الدول، المزيد من الاستثمار، تبادل السلع مع بعض كده، يعني بيستفيدوا أكتر، يعني ما ربح وخسارة. دولة الكويت من الدول الملتزمة سنويا في المشاركة في المعارض الدولية المصرية، لأن السوق المصري دائما في ازدهار واقتصاد يعني مزدهر إن شاء الله سنويا. المعرض الكويتي تقريبا احنا نشارك فيه ب 11 شركه كويتيه بشهاده منشاها كويتي. الرغبه من هذه المشاركه الدخول في السوق المصري والدخول الاسواق المصريه عن طريق هذه الشركات. كذلك من ضمن الجناح الكويتي مشارك فيه غرفه التجاره وصناعه الكويت، وهو القطاع الخاص الذي تعول عليه الدوله واهميته في زياده التبادلات التجاريه عن طريق القطاع الخاص. المعرض مقام على مساحة 28,000 متر مربع، منها 17,000 متر مربع في عدد 5 صالات عرض، و11,000 متر مربع في منطقة العرض المكشوف. إقبالا جماهيريا يشهده معرض القاهرة الدولي في دورته 52 في يومه الأول، والذي يستمر حتى 29 مارس الجاري، يقدم منتجات مصرية للمواطن المصري، ويسهم في توفير والترويج والتسويق للمنتجات المصرية على المستوى المحلي والإقليمي. جاكلين ماهر، إكسترا نيوز.